chaud. حنا رانا نلعبوا مقابله بمقابله مهما قلت الظروف يعني الصعبه اللي رانا نشغلوا فيها والظروف يعني اللي ما تساعدش الفريق تاعنا باش يكون احسن في المقابلات الجايين ونقدر نقول اليوم لي جوار داروا كل شيء مهما يعني الصعوبه تاع شهر رمضان مباراه كانت صعبه ما كنتوا مع سخان وسيدنا رمضان وما تنساش بلي جايين من الديفات حوسنا كيفاش رمونتي لي ريزلتا تاعنا رموتينا سكور كنا خاسرين 1-0 الحمد لله ربي وفقنا وهكذا الماتش الجاي ان شاء الله. بدينا الشوط الاول نظن كنا شويه متحفظين لعبنا على هجمات مرتده وين في وقت ما جاتنا هجمه وين قدرنا باش نسجلوا هدف السبق دونك كان بعد انهيار تام الفريقي احنا درك بوسنا الى نزيدوا نعملوا للمقابلات الجايه